وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. قوتنا قوة الإيمان والإسلام القرآن الكريم خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسن إبراهيم طيب القارئ والمؤلف المشغول القاضي مركز الزقازيق. ندعو له سويا بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لقرأه على الناس على لتقرأه على الناس على مهر ونزلناه تنزيلا.
العلم من قبله إذا يُلى عليه سبحان ربنا ويخيرون للأذقان يبقون
بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الذين أوتوا العلم من قبله لا يتلى عليهم ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك
وقل الحمد لله ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. هكذا يا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا سويا في لحد هذه التلاوة القرآنية المباركة والذي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسن ابراهيم طيب القارئ والمقيم بمشتول القاضي مركز الزقازي وبذلك عبر اسير موجات اذاعتنا الدولية والهندسة الكهربائية والعلوة الانوار ادارة الحج حلمي ابراهيم عبد الدائم واولاده والبوكيم بميتزافه خدمه الضيافه المميزه اداره المتر ابراهيم حسن الدولي والبوكيم بمشتول القاضي مركز الزقازي عميد مصورين الجمهوريه المهندس ناصر صلاح واولاده والبوكيم بمدينه الزقازي. ايها الساده شكر الله سعيكم جميعا. Yeah.